والمنطقه المنطقه اللي نج... طيب خليني اروح للاستاذ الدكتور هشام العسكري، استاذ الاستشاره عن بعد بالجامعات الامريكيه. دكتور هشام مساء الخير يا فندم. مساء الخير استاذ ناشد، اهلا بحضرتك. اهلا بك يا فندم. يعني دكتور هشام، بنتابع على الهواء يعني اثار هذا الزلزال، سواء زلزال جديد في الفالق الزلزالي او زلزال ارتدادي للزلزال السابق، تفسيرك لهذا، واحنا كنا مع بعض هنا على الهواء وبنشرح للناس الموضوع، يا ريت ما عندك من تفسير او قراءه لما يجري. خليني طبعا ابدا مع حضرتك ان انا يعني لما سمعت عن الموضوع ده مؤخرا، يعني الصراحه ما سمعتش عنه من بدري النهارده، فابتديت ابص على كميه الزلازل اللي تم رصدها في اخر 24 ساعه، برضو اللي هي الزلازل اللي تعدت 2.5 على مقياس ريختر. وجدنا ان موجود حتى الان حوالي 49 زلزال في اخر 24 ساعه، تتراوح من 2.5 لغايه المقياس العالي اللي هو 6.3 اللي هو كان 3 كيلومتر على الحدود الجنوبيه الغربيه من اوزبانج في تركيا. وفعلا انا ببص دلوقتي على اليو اس جي اس، ففعلا تحققت ان الفوكس او البؤره لتكون هذا الزلزال كانت على عمق عده كيلومترات. زي ما حضرتك تفضلت، هو دلوقتي احنا بنرصد كميه من الزلازل المتتابعه بقالها عده ايام. ممكن كل دي تكون عمليات فيها تريمرز، او اللي احنا قلنا عليها اللي هي الافتر شوكس. ممكن يكون الزلزال اللي هو كان 6.3 اللي كان سوري اللي هو كان 7 وشويه من فتره، ده يكون هو الاساس، واللي احنا بنرصده حتى الان هي عباره عن تبعات لهذا الزلزال. منطقه نشطه جدا، المنطقه ديت فيها اربع الواح زي ما قلنا قبل كده بيلتقوا، والمنطقه اللي هي واقعه على الحدود التركيه السوريه هي منطقه فيها نشاط زلزالي ملاحظ الفتره السابقه. يجوز يكون بعض البنايات او بعض الاستراكشرز اللي كانت موجوده او اللي اصبحت موجوده بكثره في تركيا في اخر 10-15 سنه، هل ده يكون لعب الدور في هذا الكثافه الزلزاليه او هذا النشاط الزلزالي؟ دي حاجه محتاجين نتحقق منها. الحاجه اللي لفتت نظري ان لما بقرا الاخبار اللي هي بتتوارد في وكالات الانباء، انهم بيتكلموا على ان الناس ابتدت تسمع اصوات الانهيارات او الاصوات الزلزال نفسها. ديت لما احنا اتكلمنا قبل كده وقلنا على الموجات السايزمية انها ممكن انها يعني بيحصل لها رحلات، بترحل في ميدياي مختلفة او في اوسطة مختلفة، ممكن ترحل خلال الارض او من خلال جوف الارض او من الجسم الاجسام المائية او في الهواء. فلما بتطلع الموجات السايزمية في الهواء بتعمل اصوات اللي احنا بنسمعها ديت. الشيء المهم جدا ان بعض البنايات ممكن تتساقط والبعض الاخر لا يتساقط، لان ده بيعتمد على حاجه بنسميها الجراوند اكسلريشن او التسارع او العجله الارضيه. ممكن الجراوند اكسلريشن اللي هي نشأة من هذا النشاط الزلزالي بيحدث لها نوع من التطابق، اللي برضو بنسميها كلمه اسمها الريزونانس او التطابق مع الفريكوانسي او التردد لهذه البنايه. يعني حضرتك ممكن تلاقي بنايتين جنب بعض، واحده ممكن يحدث لها انهيار والاخرى لا يحدث لها انهيار، نتيجه اختلافات مثلا في الكود او اختلافات في اطوال المباني في الجراوند اكسلريشن او التسارع الارضي. كل دي حاجات بتؤدي او بتؤثر وتتاثر بالبيئات المحيطه اللي موجوده فيها. فالنشاط اللي احنا شايفينه ده يعني مش قادر اقول ان ده ممكن مثلا يكون هيستمر فتره اكتر من كده، اتمنى لا، لان من الواضح ان كميه الزلازل اللي حدثت مؤخرا في المنطقه ديت يعني حصل فيها نوع من الاكسلريشن بشكل كبير جدا. زي ما بقول لحضرتك احنا بنتكلم دلوقتي الساعه عندنا يعني مساء اليوم، وحتى الان انا قدام عيني احنا الساعه 8:15 مساء، وقدام عيني حتى الان 49 زلزال، 49 زلزال حاليا موجودين بقوه تتراوح من 2.5 لغايه 6.3. بعض الزلازل اللي حدثت النهارده، احنا بنتكلم على يوم 19 ويوم 20، 4.3، 4.3، 4.5، 4.4، 4.2. انا بقول لك ارقام كلها حصلت النهارده وامبارح، 4.5، 4.7، يعني في كميه لا باس بها حدثت، وتعتبر درجات او هذه المقياس او هذه القوه على مقياس ريختر ما يعتبرش قوه ضئيله قوي. يعني احنا بنتكلم على 4 وفوق ال 4، ده يعتبر
يعني شيء ممكن يحس بيه. طبعا 6.3 اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي، لا ده طبعا اكيد هيكون له اثار، واتمنى ما تكونش الاثار كارثيه زي اللي احنا شفناها مؤخرا في يعني في الحدثين اللي حصلوا في المنطقه دي. دكتور هشام معلش، هو الزلزال 6.3 على مقياس ريختر زي ما اعلنوا هنا في مصر، هل قوه الزلزال في المركز بتبقى نفس قوه الزلزال في الاماكن التي تبعد؟ يعني عندنا 500 كيلو من رفح لزلزال، هل القوه بتبقى هي نفس القوه ولا في تغيير؟ ده سؤال ممتاز جدا، هقول لحضرتك قولا واحدا، اكيد لا، اكيد القوه الزلزاليه اللي بتصدر من زلزال في البؤره بتاعته اللي هو على عمق وليكن 10 كيلومتر او 5 كيلومتر او عده كيلومترات، اكيد بتختلف لما القوه دي كلها بتصل الى سطح الارض، فاكيد طبعا بيحصل نوع من انواع التشتت للموجات السيزميه صحيح. اللي بتطلع ده منطقي جدا، يعني هناك جدا جدا. هي كانت هناك في المركز 6.3، طب وصلت تمام. عندي كام هنا تقريبا؟ طيب هقول لحضرتك، الزلزال لما بينشأ في منطقة محددة ممكن على حسب حركة الزلزال في الأوسطة المختلفة ممكن هي اللي تؤدي إن ممكن الموجات الزلزالية يحدث لها نوع من أنواع اللي بنسميها الأمبليفيكيشن، أو إن أنا بعظمها وممكن يحصل لها إنها يحصل لها دامبنج أو تموت. بمعنى لو أنا مثلا حدث الزلزال في منطقة فيها صخور رسوبية او صخور ناريه او صخور اللي هي بنسميها الوفيوم او سلت، يعني حاجات فيها كميه عاليه جدا من الميه، لو انا الزلزال حدث في منطقه فيها رسوبيات وفيها كميات من المياه كبيره، الموجات الزلزاليه بيحدث لها نوع من انواع الامبليفيكيشن، فممكن يكون الزلزال مقياسه 4 وشويه او 4، وحضرتك تحس بقوه زلزاليه ممكن تعادل شيء اخر لو كان مثلا 5 او 5 وشويه ولكن في صخور ناريه. يعني معنى كده الميديم الذي يحدث فيه هذا الزلزال يؤثر على احساسنا او على شعورنا بالقوه الزلزاليه التي تنتج من البؤره حيث هو المكان الذي ينشأ فيه تكون الزلزال. فانا عشان احس بالقوه الزلزاليه موجوده مثلا في اماكن تبعد عده كيلومترات ده شيء طبيعي جدا، ممكن تبعد مئات الكيلومترات، ده انا هقول لحضرتك اكتر من كده، انا لما بيحدث زلزال في اليابان طب ليه في الساحل الغربي الامريكي في كاليفورنيا ليه الناس بتبقى قلقانه؟ معنى كده ان حضرتك تستطيع رصد الموجات السيزميه التي تحدث في اليابان تستطيع انك ترصدها في الولايات المتحده الامريكيه في الساحل الغربي، معنى كده ان الموجات السيزميه دي عندها القدره على انها يعني ترحل او ان هي يحدث لها نوع من انواع المايجريشن لمئات الكيلومترات، مئات الكيلومترات وفي